بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم طيور غزالي، ومع موضوع جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد في القناة ففضلا وليس أمرا، المرجو الضغط على الزر الأحمر المتواجد أسفل الفيديو، وكذلك تفعيل ميزة الجرس ليصلك دائما الجديد، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والعائلة. رجوعا بنا إلى الموضوع، فموضوعنا لهذا اليوم وهو فوائد الزبيب لجميع أنواع الطيور. الزبيب هو أو كما يعرف بالعنب المجفف، وهو يحتوي على نسبة عالية من السكريات ذو جودة عالية. يتم تجفيفه للتخلص من السوائل بأكثر من طريقة، ثم يتم استخدامه في أو بعد ذلك في أكثر من مجال. فبالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم، إن شاء الله سنتعرف على فوائد الزبيب لجميع أنواع الطيور، مكوناته، طريقة تقديمه، وكذلك القيمة الغذائية للزبيب. أما بالنسبة لأهمية الزبيب الغذائية للطيور، لا تقل عن أهمية أي مصدر غذائي آخر يتم تغذية الطيور عليه، نظرا للتنوع الفريد في تركيبة الزبيب الغذائية واحتوائه على نسب مميزة لعديد من الفيتامينات والمعادن التي تمد طيورنا بفوائد صحية. فالزبيب يقوي الجهاز المناعي للطيور لاحتوائه على فيتامين سي. يحمي الزبيب طيور الزينة من هشاشة العظام لوجود الكالسيوم ضمن تركيبته الغذائية بنسبة جيدة. وجود الألياف في الزبيب يحسن من أداء الجهاز الهضمي لجميع أنواع الطيور. يمد الزبيب طيور أو طيور الزينة بالطاقة لارتفاعه أو بنسبة ارتفاعه بالسكريات. يقضي الزبيب على العديد من أنواع البكتيريا التي قد تصيب طيورنا. للزبيب كذلك قدرة على تطهير أجسام الطيور من السموم والتخلص منها. يساعد الحديد الموجود في الزبيب أجسام الطيور على إنتاج الكريات الحمراء وتجديد الخلايا بشكل مستمر، وعدم إصابتها بمرض فقر الدم وبما يعرف بأنيميا الطيور. يحسن الزبيب من نمو فراخ الطيور وعدم إصابتها بالكساح. يمنع كذلك الزبيب من تقصف أظافر ومناقير الطيور ويعمل على تقويتها. يزيد الزبيب من كفاءة معظم أجهزة الجسم الحيوية كالقلب والكبد والكلي عند الطيور لاحتوائه على قدر كافي من البوتاسيوم. يساهم كذلك الزبيب في تسريع طرح الريش أو ما يعرف بالقلش وينميه بشكل جيد. أما بالنسبة للقيمة الغذائية لكل 100 جرام من الزبيب، فهو يحتوي على مغذيات وفيتامينات ومعادن. بالنسبة للمغذيات، فهو يحتوي على 335.78 سعر حراري، كذلك يحتوي على 79.52 جرام من الكربوهيدرات، يحتوي كذلك على 3.39 جرام من البروتين، يحتوي كذلك على 59.19 جرام من السكريات، يحتوي كذلك على 4 غرامات من الألياف، وكذلك 0.46 غرام من الدهون. أما بالنسبة للفيتامينات لكل 100 غرام من الزبيب أو العنب المجفف، فهو يحتوي على 0.106 ميلي غرام فيتامين B1، 0.125 ميلي غرام من فيتامين B2، 0.766 من ميلي غرام من فيتامين B3، كذلك يحتوي على 0.095 ميلي غرام من فيتامين B5، يحتوي كذلك على 0.144 ميلي غرام من فيتامين B6،
يحتوي كذلك على 5 ميكروغرام من فيتامين بي 9، يحتوي كذلك على 2.3 ميلي جرام فيتامين من فيتامين جي، كذلك يحتوي على 0.12 من ميلي جرام من فيتامين اي، و 11.1 من الكولين، كذلك 3.5 من الميكروغرام من فيتامين ك. اما بالنسبه للمعادن والاملاح المعدنيه لكل من 100 جرام من الزبيب فهو يحتوي على 746 ميلي جرام من البوتاسيوم، 115 ميلي جرام من الفوسفور، 53 ميلي جرام من الكالسيوم، 35 ميلي جرام من المغنيسيوم، كذلك 12 ميلي جرام من الصوديوم، 1.79 ميلي جرام من الحديد، 0.36 ميلي جرام من النحاس، يحتوي كذلك على 0.32 ميلي جرام من الزنك، يحتوي كذلك على 0.31 ميلي جرام من المنغنيز، وأخيرا يحتوي على 0.7 ميكروغرام من السيلينيوم. أما بالنسبة لطريقة تقديمه لطيورنا فنقدمه على طريقتين، فنمسك بالزبيب و نقوم بقطعه إلى قطع صغيرة ونقدمه لطيورنا كمرة بالأسبوع في فترة الراحة، وكذلك مرة في الأسبوع في مرحلة التزاوج. أما بالنسبة للطريقة الثانية فنأخذ 150 غرام من الزبيب، نضعه في لتر من الماء، ثم نقوم بطبخه لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك نترك الماء حتى يبرد ونقوم بوضعه في الخلاط، ثم نقوم بطحنه ونقدمه بعد ذلك لطيورنا في مشربيات الطائر، نقدمه مرة كل أسبوعين. كما ترون ما شاء الله بأن الزبيب ما شاء الله صيدلية، يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والبروتينات وكذلك الكالسيوم والمنغنيز، يعني ما شاء الله صيدلية كاملة مكتملة. لهذا يجب علينا أن لا نبخل على طيورنا بتقديم الزبيب. كان هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى أن ينال استحسانكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وكذلك تفعيل ميزة الجرس ليصلك دائما الجديد، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والعائلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.